حول هذا الموضوع تنضم إلينا عبر الهاتف السيدة لطيفة العباسي، مدير إدارة الابتكار والتقنيات المتطورة في هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية. أهلا ومرحبا بك. بداية، ما هو الدافع وراء توقيع هذه الاتفاقية بين الهيئة ومركز ناصر للبحوث؟ السلام عليكم. أول شيء حابة أمسي عليكم على السادة المشاهدين وأشكركم لاستضافتكم الكريمة. وفي البداية طبعا نشيد بالدعم اللامحدود اللي يحظى به قطاع تقنية المعلومات والاتصالات من قبل الحكومة الموقرة معالي وزير الداخلية رئيس اللجنة الوزارية لتقنية المعلومات والاتصالات. طبعا مملكة البحرين وفي ظل رؤية قيادتنا الحكيمة عندها خطوات جادة للاستثمار في التقنيات الحديثة والذكاء الصناعي. وعندما أصدر المرسوم الملكي رقم 84 في سبتمبر 2023 استحداث إدارة جديدة بهيئة المعلومات الحكومة الإلكترونية وهي إدارة الابتكار والتقنيات المتطورة. تعكس هذه الإدارة التزام مملكتنا الحبيبة وتطلعاتنا للمستقبل والابتكار في التقنيات المتطورة. ومعنا على رأس هذه التقنيات هي تقنية الذكاء الصناعي والذكاء الصناعي التوليدي اللي هو الجنراتيف اي اي واللي نسمع عنه بكثرة في الفترة الأخيرة. من مهم مسؤوليات الإدارة متابعة المتغيرات التقنية الحديثة وتحديد الفرص والتحديات الحكومية بالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية. تطوير المبادرات والنماذج العضوية للذكاء الصناعي وتطوير القطاعات الحكومية كون يسهم فقط ليس فقط في تحسين الخدمات الحكومية بل في إعادة تشكيل الصناعات وطريقة العمل في مختلف القطاعات. وأهم القطاعات اللي نشوف فيها فرص واعدة ونركز عليها في الفترة القادمة هي قطاع التعليم والصحة والبنية التحتية والمدن التحتية. وعشان نعزز ثقافة الابتكار وتكنولوجيا المستقبل في المملكة نحتاج نبني شراكات استراتيجية مع الجهات الحكومية والخاصة والمنظمات الدولية داخل وخارج المملكة. طبعا مركز ناصر للبحث والتطوير في الذكاء الصناعي يعد أحد الشركاء الاستراتيجيين المهمين لنا في المرحلة القادمة. نعم، أيضا ما هي أبرز بنود مذكرة تفاهم الموقعة بين الجانبين؟ طبعا اتفاقية فيها عدة محاور مهمة، منها تعزيز التعاون والتنسيق لتطوير البرامج البحثية المشتركة في الذكاء الصناعي واللي بيساهم في التنمية الاقتصادية الوطنية. طبعا توفير البيئة المتطورة للبحث والابتكار كالمختبرات والأدوات، كذلك تبادل الخبرات المهنية والفنية في المجال الذكاء الصناعي، وتنظيم ورش وعمل ندوات حول أحدث التطورات في مجال الذكاء الصناعي ونشر الوعي لسلبيات ومخاطر وأخلاقيات استخدام الذكاء الصناعي. طبعا الذكاء الصناعي كأي تقنية حديثة يحتاج لتأهيل كوادر تقنية بحرينية متمكنة وماهرة، ولذلك من محاور الاتفاقية تعاون مشترك بين الهيئة وطلاب المركز اللي من خلالها بيتمكن الطلاب من الاستفادة من ورش العمل والمحاضرات المتخصصة وبيكتسبون خبرات عملية في تقنيات التعلم الآلي وتحليل البيانات، كذلك مشاركتهم في الهاكاثونات المتخصصة بتطوير حلول بالذكاء الصناعي وتحديات واقعية في مجتمعنا. كل هذه بيساهم أن يكون لهم دور في تطوير مهاراتهم ومعرفتهم ويأهلهم للمنافسة في سوق العمل. طبعا من أهم وأبرز بعد محاور الاتفاقية أن مركز ناصر للذكاء الصناعي بيكون أحد الشركاء في تطوير النماذج الأولية اللي احنا نسميها proof of concept في مجال الذكاء الصناعي لبعض المبادرات في القطاعات الحكومية واللي بتوجد حلول لمشاكل واقعية في مجتمعنا وتساهم في تحسين الإنتاجية والكفاءة وتحقيق التنمية المستدامة لمملكة البحرين. نعم، السيدة لطيفة العباسي مدير إدارة الابتكار والتقنيات المتطورة في هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، شكرا جزيلا لك.